زيارة الحسين عليه السلام ليلة النصف من شعبان. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من أحب أن يصافحه 100,000 نبي و24,000 نبي فليزر الحسين عليه السلام ليلة النصف من شعبان، فإن الملائكة وأرواح النبيين عليهم السلام يستأذنون الله في زيارته فيؤذن لهم، فطوبى لمن صافحهم وصافحوه. منهم 5 أولو العزم من المرسلين: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين.